الليلة خلاص وديت ولدك ناس حبوته. تمام، وديتي حاجات الفطامة معه؟ وطوالي سألتني حيخاوي 200. طبعا لازم تسألك. بس ما خليتها، قلت لها أنا عايزة بعد بين الولادات عشان أقدر أراعي ولدي ده كويس وأربيه. والله والله أمهاتنا حقه يفهموا إنه الزمن يتغير والظروف صعبة والحال ما زي زمان. لازم أمهاتنا يساعدونا ويفهمونا.